والدي تزوج 13 مرة بعد انفصاله عن والدتي. قولي لي علاقتك بإخواتك عاملة إزاي؟ هقول لك، أنا عندي أخ كبير أيمن، دكتور أيمن نافع، ده علاقتي بيه مستمرة. الأجانب شوية واخدين مني. متجوز من أجانب برضو؟ طب ما بابا ما خلاش حبيبي. ما شاء الله. يعني بوسامته عامل ايه؟ بس كان طيب برضه على فكره، كان طيب جدا. فكان وكان بيعمل حرام يعني، ما هي برضه بيتجوز. تقريبا هو 15 زيجه صح؟ صح، لا تقريبا 13 14 في الحدود ده اللي اعرفه بالحدود. كم اخو واخت؟ عندي احنا اربعه. انا وايمن مصريين، اثنين من استراليا واثنين من استراليا. علاقتكم كويسه؟ بتكلموا مع بعض؟ بصي انا بحبهم وبحاول اتواصل معاهم. هم لا مش قوي، هم مش حابين. لا بالعكس حابيني، بس مش عارفه في ايه، في حاجه بس انا مش فاهماها يعني، مش قادره اعرفها برضه. بس انا حاولت حقيقي. معقول يكون لها علاقه برضه بالفلوس وبالورث غدا؟ مش هتصدقي بقى لو اقول لك ان ورث بابا احنا ما خدناهوش ولا حد مننا خده. ايوه جد، والله العظيم وحياه ربنا، والله بجد. راح ورثه وراح فين؟ واقف الله اعلم بقى راح بقى، ما حد خده، ما عندناش فكره. اقول لك ليه؟ انا اسمي غاده ايهاب محمد نافع، ايمن اسمه اخويا اسمه ايمن ايهاب نافع، اختي الاجنبيه اسمها جوهره ميليسا كذا حاجه، اخويا الثاني كده. طيب لما رحنا المحكمه كل واحد باسم. يا جماعه صلحوا. ليه اللخبطه دي؟ ابويا بقى مش عارف. مش عارفه انا. اتجوز بقى وخلف. الله يرحمه. ما ركزت بقى، ما تفهميش، ما اعرفش. فالدنيا لخبطت، فقالوا لنا غيروا اساميكم. طبعا لا هو ايمن هيغير ولا انا، مش هينفع نوحد الاسم، مش هينفع. لا انا حتى اقدر ابقى زي اخويا ايمن اسمي بس كده غدا ايهاب نافع، ولا هو يبقى. بتحليلك الفلوس راحت فين؟ تحليلك معقول اللي اتنصب عليه فيهم؟ هو اتنصب عليه ب 250 الف دولار صح؟ اللي انا عارفه بيتهيألي. انا مش فاكره قوي بس في المبلغ ده. في كمان فلوس راحت؟ معقول يكون خسر كل حاجه؟ لا هو اكيد عنده فلوس بس انا مش عارفه فين، لانه ما كانش بيقول. وحاجته اللي في مصر خدتها مراته. كل حاجه خدتها يعني. الاسيتس بتقصد يعني؟ وساعات والمظات ومش عارفه حاجات كده كله. ما بحق لكم فيها؟ ما تحركتوش قانونيا؟ ما هو ما فيش اعلام وراثه. ما هو ما في، هنروح نتخانق معاه تطردنا بره على طول. ايه اللخبطه دي؟ حاجه عجب والله. مش معقوله. ادي اللي اتجوز كتير. ادي اللي اتجوز كتير واللي ما يعملش حساب ولاده يعني. مش بلوم عليه بس يعني، هي حساباته كانت غلط. وقال لي في الاخر يعني، قال لي انا حسبتها غلط. قلت له ولا يهمك مش مشكله. هو باخر ايامه يعني، باخر ايامه كان ندمان غالي. عايزه اقول لك حاجه بقى، كان عايز يرجع لماما. لا بتهزر؟ والله العظيم. وانا قعدت بقى اقول له يعني انت جاي دلوقتي ترجع لماما؟ كنت فين من 20 سنه طيب. كان عنده كم سنه لما كان فكرة؟ عنده 70 سنه. 71 70. كان تعبان وفي المستشفى، وماما راحت له وما سابتهوش. كانت مراته بقى ساعتها سايباه يعني، مراته بس ما بتروحلوش. دي كانت اخر واحده المصريه. اوكي. فماما كانت بتروح له كل يوم بقى. فقال لها، قال لي خلي ماما تتجوز. قلت له يعني تتجوزك كمان وانت متجوز يعني كمان عايز دي؟ وهي قالت ايه؟ قالت يا رضا انت اتجننتي. طرحت الفكره. انت طرحت الفكره طبعا. قلت لها النبي يا ماما زعلان زعلان مش هقدر ازعله. قالت انت اتجننتي ولا ايه؟ وبعدين راحت قالت له انا مش هسيبك ومش هتخلى عنك ما تقلقش وبتاع. انت علاقتك كانت كويسه فيه لباباك؟ هي حببتني فيه قوي. هي مع انه يقال انه هي قررت اخذت قرار الانفصال يعني، لما صارت الظروف وانتقل هو على بيروت طلب منها ترجع وتيجي تعيش معه ببيروت، هي رفضت. هقول لك حاجه انا اكتشفتها قريب. وهي لقيت جواب من بابا لماما. بيقول انا حبيتك جدا وبحبك، وواضح ان في ناس وقعت بينهم، ما كانش بس سفر. لا مش موضوع سفر. لا موضوع ايه؟ موضوع حد وقع، حد كان عايز يفركش الجوازه دي، اذا كان من غيره منهم، حد وقع. اي مثلا ايهاب بيعرف حد عليكي كده، دي بتقول كذا، ده كده، عارفه الحاجات اللي زن الزن على الودان. وماما كانت ودانيه. فانا شفت الجواب ده، انا اتضايقت جدا. واللي ضايقني اكتر انها محتفظه بيه. طب ما انت يعني في مشاعر يعني. طب ليه ما رجعتلوش؟ طب ليه ما سكتيش؟ ليه ما وقفتيش؟ ليه طيب ما تراجعتيش؟ ليه طيب؟ عارفه
ماما كان عندها عزة نفس قوي وكرامة وبتاع، فكانت يعني كرامتها بتنقح عليها قوي. انا هرجع له كده ازاي يعني؟ طب هو قالوا على كذا مثلا، مش ممكن يكون شغله جذبها اكتر عالم طبعاً. الاضواء والشهره تقول لك انا بدي اروح اتغرب واعمل حياه تاني. ممكن بس كان ممكن تبقى في حل وسط يعني. يعني اكيد في كل حاجه اللي عايز يعمل حاجه بيعملها يعني، بس هي هو نصيب، هو ربنا بيسبب الاسباب ونصيب بقى كده عشان يبقى كده، عشان هو بقى يبقى اتجوز لنا 13 واحده وراح الورث كله، وراح الورث اللي مش عارفين هو فين اصلا.